السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خاوتي، شركه فيات شرعت هذا الاسبوع في تسليم السيارات الموديل الجديد الجيل الثالث تاع دوبلو. اول واحد تحط فيه هذا كنيس البارح المغرب، عيطنا له شحال بايت بيع له، قلت لك مانيش عارف السعر، واحد الساعه عيطوا لي، واحد الساعه عيطنا له قال لك تبعث دهارو فوندر. معليش خويا، قلنا السعر شحال بان نشرو نجي واحد اخرى ما تنحشناش. قال لك حرص عليا السيد باش ما نقولش السعر. معليش قعدنا شويه، الروفوندر من دالي ابراهيم حطها في واد كنيس. قالوا وي اشعل السعر، مازال من عند الشاري منا. اليوم عيطنا له قال لك السعر تاعها فوق 400. علاه فوق 400؟ راهي دير 286 ولا 287 في لا ميزون، دي 60 70 مليون كيما راهم يدوا كاع الدوبلو هذاك اللي يقولوا زعما يسموه تاع الطليان. الدوبلو الاول كان يدير 318 319 مليون في لا ميزون، يدير 400 مليون برا، عندهم بينيفيس 80 مليون في السوق السوداء. الزاوج تاع 276 راه يدير برا من 340 350، وهذا تالي في غير الفولوم بدل والكرون شويه مكسر. هذا ما كانش زادوا فيه، زادوا له اجنحه، زادوا له الاخر، داروا له موتور تاع جي تي ار ولا شاه ولا جي 63، شا داروا له غير شويه بلاستيك، بدلوا غير النيلو، راك عايز داروا له خوير ولا داروا له اللوح ولا داروا له الاخر تاع كي يسموه ماي باخ، هذا فينيسيو ماي باخ، شا تمخريك. قال لك السيد قال فوق 400، دار 286 في لا ميزون، زيد 60 ولا 70 مليون تاعك ولا طيح في 350 ولا مام با. خاوتي، هذا هو المنعرج الحاسم تاع هذا الدوبلو اللي شراوه هاد السيمانه، اللي شراوه هاد السيمانه بسعر غالي، يعني راكم غليتوه على رواحكم وغليتوه على اللي موراكم وغليتوه على رواحكم. نهار واحد اخر غدوه من غدوه تتقدر عليك تبيع له دوك، تبغي تعاود تشري ما تكونش عندك الطاقه باش تشري بهاد السومه اللي شريتي بها الاولى، خاصك اللي غليتو. عارفو كي تساوموا خاوتي، ما تفوتوش 350 مليون هذا الدوبلو التالي، ما تفوتوش، خليه ما نشريش خويا، روح نشري من السوق، شري واحد اخر، نشري القديم، يقعد كيما هكا يبور يعاود يطيح، خاطش كلشي يطلع بالدعايه ويطيح بالدعايه، صار له كيما الاورو هاد الايامات. عرفوا كي تساوموا، اللي يشروه بالسومه ويشروه فوق 400، اقسم بالله غير سيئه جاريه عليكم، راكم تزيروا على روحكم وتزيروا على اللي موراكم. ما تخلعش زعما تقول لي انا الاول نركبو في وسط التجار، انا الاول نركبو في وسط الجواريني، انا الاول نركبو في وسط سميتي بنهر عليهم، شنو تهر عليهم غير بلاستيك النيلو في النيلو، شنو هذا الغربي؟ وانت علاه كدير فيه ب 400 وشي؟ علاه؟ خدمت له انحناءات بسنانك؟ ضربت عليه الفاس؟ رفدت منه حطيت منه 150 مليون؟ علاه؟ الله يرزقك، الله يفتح عليكم، الله يبارك لكم، الله يزيدكم من شحازتكم. بس اخويا هذه السوق السوداء ماشي كاع هكا، خاصنا الرقابه، سي محمد لازمنا الرقابه تتدخل، على الاقل ديروا لنا فخت بتاع اللوطو، السعر يتحدد السعر. دير الخلاص بالبونكا، ما كاش بيع تباع بلا شك، ما كاش البيع بلا شك، مين تروح تكتب يضمون ديرك الشك، البيع على يد البونكا، الاسعار تنكتب، الاولاد نتخالصوا تما عندك الكتاب، سبحان الله في لاميرين نتخالصوا، صحاب السوق السوداء شوفوا لنا حل معاهم اولاد عمي، اما طارت لنا شي لي ميزون تقعد تخلص عام، تخلص كاش تقعد عام باش يعطوك اللوطو، وفروا لنا الواطا ولا ديروا لنا كيسموه ولا خلونا نجيبوا ولا خلونا نجيبوا الوطن من الخارج كما كاع الدول، ولا ديروا الرقابه على هذو صحاب السوق السوداء. خوتي يرحم الوالدين، ما تغلوش على روحكم، فايده ليكم. كاين اللي طايق ما على بالوش ب 500 600 يشري نورمال، تاجر يدخل دراهم على بالوش بيشري، بصح انتوما الشعب، عامه الشعب، النظر مع عامه الشعب، ما تغلوش على روحكم خوتي، ما تغلوش على روحكم، سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. اللي ما عندوش الله يرزقه ويفتح عليه بباب الخير ان شاء الله باذن الله، واللي شراه الله يعطيه خير ويكفيه شره ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ملي تقدر بالفولون تدخل في الدراهم. وخاوتنا اللي روفوندر ربي يبارك لكم ويزيدكم وكاع، ولكن في المعقول، البركة في القليل باش ربي يرزقكم البركة، ما تمصوش دم الناس، خاطر يجي نهار وينطيحوا انتوما ثاني في الخروة وتاكلكم الخروة. عاون خوك وربي يعاونك، يفتحها على خوك وربي يفتح عليك. روفوندر دي على قدك ودور، السلام عليكم، علاكم ديروا كاع هكا. السلام عليكم. ما تنساوش اكثر من الصلاه على النبي الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه واسكى التسليم. الحمد لله شكرا النعم والاستغفار، وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فان قائلهما 100 مره تحط عنه كل خطاياه لو كانت مثل زبد البحر. السلام عليكم.